يا صباح الخيرات وصباح النور والبركة والرزق لك الأشخاص اللي انضموا لنا ببداية هذا النهار. يا رب الخير والبركة لكم، كلنا أمل وثقة برب العالمين، وكلنا قوة وأصرار على الحياة بالرغم من التعب الكبير يلي نحن عم نعيشه. يمكن الشيء الوحيد يلي عم يخلينا نكون أقوياء هو إيماننا بأنه بعد كل ضيق أكيد في فرج من رب العالمين، وأكيد هذا الشيء يلي بخلينا نتمسك بالحياة وقوة الإرادة يلي خلقت فينا لحتى نكمل طريقنا ونسعى وراء أحلامنا. قد ما حاولت الظروف المحيطة فينا أن تكون أقوى مننا، أكيد نحن رح نكون متأكدين أنه رح نكون أقوى منا، ومن بعد كل عتمة أكيد رح تطلع الشمس من جديد لحتى تنور علينا وعليكم وعلى كل العالم بالخير أكيد والفرج القريب. والإرادة والقوة هي اللي رح تبقى ورح تكمل. يسعد لي صباحك يا أملي. يا صباح الورد والنور والأمل والجمال والأمل، يعني قد ايه عطيتينا طاقة حلوة عن جد، يمكن كل حدا عم يحضرنا اليوم شاف جمالك والحكي الحلو، يعني استفتح باليوم بكل خير. يسعد صباحكم، طالما كل يلي بنحبهم قدامنا وعم يقوونا ويدعمونا فنحن رح نضل بألف خير. كلمة صغيرة ببداية يومنا قادرة أن تعمل فرق كتير كبير وتغير من يومنا، على الرغم من بساطة هي الكلمة، ما بتتخيلوا قد ايه تأثير الكلام على الأشخاص ممكن يعمل فرق كتير كبير. وما ننسى كمان أنه الدعم المعنوي والحب أساساً كلمة إجت من الشخص المناسب بالوقت اللي نحن عن جد بحاجة لهالكلمة اللي تقوينا. خلينا نختار دائماً كلامنا ونفكر بتأثيره على كل شخص حولنا، ونضل هيك مصدر أمل ودعم ومحبة. حلقة جديدة من صباح الخير لليوم بلشت. حلقتنا اليوم مليانة بالحكاية والفقرات المختلفة والمتنوعة مثل ما عودناكم دائما، العناوين كلها رح نعرفها مع بعض بهالعرض السريع. ذكريات من رحلة المطربة مطربة الجيل ميادة الحناوي في يوم ميلادها. مركز الهيثم للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي، رحلة في الابتكار والإبداع. يزيد موسى شاب صنع من محتواه الاجتماعي مادة تحظى بالاهتمام. أماكن وذكريات خان الحرير، حكاية تروي تفاصيل حلب القديمة. مصطفى علي عاشق دمشق القديمة الذي يفيض بحبه الدائم لها.
بيكمل صباحنا قبل حتى نصبح مع بعض على الشيف وسرا ونشوف شو محضرت لنا لليوم. يسعد صباحك يا شيف. صباح ال... يسعد صباحك. صباح الحلاوه واللطافه والطاقه الحلوه. قد ايه انا محظوظه انه هيك يبلش نهاري معاكم، يعني املي ونور مع بعض. شايفه يعني كثير هيك. اكيد نحن ما بيكمل نهارنا بدونك يا شكرا. شو محضرتينا اليوم؟ رايحين على سلاميه بمحافظه حما، رح نعمل معجوقه الدجاج او اللي بيقولوا لها معجيق. شو بيقولوا لها؟ معجيق. معجيق إذا صح إذا غلط يصلحوا. اعملوا لنا بالكنترول معاجيق عشان تكون أوضح. ما في أطيب من أكلاتنا السورية، وخصوصا هدول الأكلات اللي بالمحافظات. عن جد لازم نضوي عليهم ونعرفهم أكثر. وأنا يعني ممكن إنه إذا في مثلا بالمحافظات عندهم أكلات مشهورة ومعروفة يبعثوا لنا على صفحتنا الخاصة على القناة أكيد لحتى نعملها كمان. خلصنا كل الغربي يا جماعة، ابعثوا لنا يعني أكلاتنا. تماما أكيد. والله فكرتك كثير حلوة أكيد والطيبة كثير. تماما أكيد. بننوه لكل مشاهدينا صفحتنا على الفيسبوك صباح الخير على قناة سما، أكيد بكل ممكن لينك ينزل للشيف بشرى كل محافظات سوريا، هيك الأماكن اللي عندها هيك أكلات مشهورة فيها. أكيد نحن بننبسط كثير إنه نتعرف. بعتوا لنا إياها وبعتوا لنا المقادير، نحن جاهزين أكيد نطبقها ونشوف مين أطيب، الشيف بشرى ولا أنتم. شكرا كثير. يعطيكي ألف الله يعافيكم يا رب. طبعا اليوم رح ننتقل من المطبخ ونحكي عن شيء كثير حلو بيصادف اليوم. صحيح. بيصادف يوم 28 الاول ميلاد مطربه الجيل الفنانه ميادة حناوي، طبعا هو الصوت الذهبي اللي كبرنا عليه والانسانه اللي ابهرتنا بحضورها وطلتها بكل حفله لإلها. مجرد ما تبلش الست ميادة غناء بتاخذنا لعالم ثاني، يعني بتلاقي حالك سلطنتي وانبسطتي. تمام. مستحيل ما تكوني حافظتي لها هدول الاغاني او هدول الزمن جميل او هدول الاشخاص اللي فعلا ما بينتسوا ولا بينتسى شيء من اي شيء هن قدموه لنا. ما في حدا مننا اكيد محافظ انا بعشقك انا والحب اللي كان وغيرهم الكثير من الاغاني اللي اضافوا عليهم صوت القديره ميادة الحناوي، شيء من الجماليه وخاصه يلي خلتهم يتحولوا لسحر نحن ما بنقدر ننسى. واكيد بعيدك رح نقول لك كل عام وانت الصوت الراقي الحضور الاسر، وتمنياتنا لك بالصحه والعافيه والخير لكثير ست ميادة. كانت رحلة مطربة الجيل بالرحلة سهلة أبداً، فالشهرة والمجد وبصمتها بكونها واحدة من أيقونات الزمن الجميل وآخر جيل العمالقة وغيرها من الألقاب والأمجاد. كل هذا الشيء ما أجا إلا بعد سلسلة من الإحباط والتعب والتضحيات يلي ما بتنتهي. ميادة الحناوي ولدت نجمة وبدأت من حفلتها الأولى مطربة صاحبة طراز رفيع بالغناء المتقن والأداء يلي ما بيشبه أداء حدا. فمدينة دمشق وساحة الأمويين بيشهدوا على حفلة الأول يلي جمع كبار نجوم الفن وكبار الملحنين والشعراء من كل الدول ليشهدوا انطلاق نجمة سورية ما زالت ليومنا تطرب كل من بيسمعها من الجيل القديم أو الجديد. بالتأكيد كان لمصر حصة وافرة بمسيرة القديرة ميادة الحناوي، لكن أيضا كانت البلد يلي شن سهام الحرب من بداية هالقديرة، ومع ذلك قاومت واستوعبت كل شيء عم بيصير حواليها لتوثق بنفسها أكثر وتنتصر على كل التحديات. فكانت نعمة النسيان والحب اللي كان أنا أعمل إيه كان يا مكان ومش عوايدك وغيرها من الأغاني اللي مستحيل الساحة الغنائية العربية إنه تنساها. تعد اليوم ميادة الحناوي من المطربات يلي قدروا يجمعوا بين الماضي والحاضر بالكلمة واللحن والأداء، وعاصرت العمالقة أمثال محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، ورياض الصنباطي، وكمان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وعمار الشريعي. وهي اليوم من أكثر المطربات محبة من قبل الجمهور وأكثرهم شعبية، وفينا نقول بأنه صوتها تجول بكل مسارح الغناء بالعالم وبقيت الصوت السوري الأبرز من الماضي وليومنا هاد، وبالتأكيد رح يكمل مع أجيالنا القادمة. مطربة الجيل، كل عام وأنتي صوت كل شب وصبية بالعالم، كل عام وأنتي الصورة المثالية للرقي والزمن الجميل.
بالفترة الأخيرة كثير عم نشوف مراكز ومعاهد عم تختص بالتدريب الفندقي والسياحي، يعني هذا الاختصاص ما عاد حكي على الجامعات فقط، هو صار جزء من كل معهد أو مركز عم يقدم دورات تدريبية وتعليمية أيضاً، وقد هذا الشيء بيسنح الفرص لكثير من الناس نفسها أنها تتدرب. تماماً يا أملي، ومركز الهيثم للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي هو واحد من أهمها، فهو بيقدم دورات ودبلومات بكل المجالات المتعلقة بالسياحة والفنادق. ولحتى نعرف أكثر عن المركز والخدمات وورشات العمل يلي عم بيقدمها، صار معنا بالاستديو الدكتور هانئ عرنوس، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ومؤسس مركز الهيثم، لحتى يخبرنا كل هاي التفاصيل. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. كثير كنا نحكي عن موضوع جميل، إنه بطلت حكر على الجامعات فقط، كمان اليوم اللي ما معه شهادة بيقدر إنه يفوت. طب نحن بس بدنا هيك لمحة تعريفية بسيطة بداية عن مركز الهيثم. هلا مركز الهيثم بداية هو مركز اللي بيميزه عن باقي المراكز انه نحن عم نتطلع بمنافستنا فيه على الدول الخارجية، يعني نحن كل مناهجه الأكاديمية جبناها او اقتبسناها من نظام التعليم البريطاني، هي اهم شغلة فيه. هو بيقدم مجموعة كبيرة من الدبلومات السياحية والفندقية، تنقسم لثلاث دبلومات سياحية واثنين فندقيات. الفكرة الأساسية اجت لمركز الهيثم، هو الأساس أصلا بتطوير أي خلينا نقول وضع اقتصادي لأي بلد بيبدأ من السياحة بداية. لأنه السياحة بتستقطب عندك العالم كلياته، بتورجي البلد شو إمكانياتها، شو حضارتها، شو ماضيها، ومنها بتصير بقى بتنبثق كل العلاقات التجارية التانية. فصار يعني التخصصات السياحية والفندقية والسياحة إلى دور أساسي بتطور أي بلد، من أهم الأشياء اللي لازم فعلا الشخص يعتمد عليها في حال ما حب يكمل دراسة. حضرتك ذكرت عدة دبلومات وعدة دراسات، شو هن الاختصاصات الموجودة ضمن المركز اللي عم بيقدمها؟ عنا بالتخصصات السياحية إدارة الأعمال والأنشطة والفعاليات السياحية، عنا دبلوم إدارة مكاتب السياحة. كل واحدة قد مدة الزمنية؟ مدة سنتين. سنتين. هو الدبلومات بشكل عام بقية سنتين. أوكي. وعنا دبلوم التسويق والإعلامي، هذا كتير بيركز على موضوع التسويق وكمان موضوع التصميم للتسويق. الدبلومات الفندقية عنا دبلوم فن الطهي اللي هو بتخرج منه شيف طالب، وعنا دبلوم التغذية الصحية اللي بيخلط ما بين النظام الغذائي والحميات كمان الطبخ. اوكي. هلا دبلوم التغذيه نحن جبناه طبعا فكرته مختلفه شوي عن كل شيء دبلومات التغذيه. العاده لما نسمع مثلا اخصائي تغذيه نحن نفهم انه هو بيفهم كل شيء عن الجسم، صح. بيعرف يحط لك حميات معينه، شو الاكلات اللي بتناسبك حسب مثلا مرض او اذا كان رياضي او حسب شو زياده وزن، نقصان وزن وهكذا. هلا نحن جبنا الفكره هاي، هي موجوده بكندا، انه بيكون اخصائي التغذيه عاده بعد ما يعطيك البرنامج الغذائي اللي بتناسب مع جسمك بعد ما تطرحي له الفحوصات، بيقدر كمان يعطيكي شو مو بس المواد اللي تبعدي عنها او تاكليها، كمان بيقدر يعطيكي شو شلون تطبخي هاي المواد. لانه نحن مشكلتنا الاساسيه بالحميات شو؟ مشكلتنا الاساسيه انه نحن بصير عندنا ملل. فانا مثلا بدي اعمل مثلا نزل وزني، فبيجي الدكتور بيقول لي بعيد عن هاي الاكلات، كثر من هاي الاكلات، كل مثلا خضروات، رز مسلوق، بعيد عن النشويات وهكذا. طيب بس انا عم بصيبني حاله ملل لانه ما عم بعرف كيف بدي اوظف هاي الاكلات. صحيح. هلا هون بدبلوم التغذيه نحن علمنا الطالب مو بس كيف يضع برنامج غذائي، كيف يعمل هاي الوجبات يعطيها وممكن هو يطبخ له اياها. فهو اخذ ثلاث مجالات، وهي ثلاث مجالات تقدر تعمل له يعني إنكم زيادة، يعني دخل زيادة إضافي، صير من ثلاث مجالات. تمام. ونعم نشوف على الشاشة بعض الصور اللي عم تنعرض من المركز الهيثم الموجود، في عدة دراسات ودبلومات واختصاصات. طيب هل نحن اليوم إذا بدنا ننتسب إلى هذا المركز لازم يكون في شروط معينة؟ هل في شهادات بترتب على الطلاب ممكن يكون حاصل على بكالوريا ولا مو ضروري؟ لا، هي الدبلومات السنتين حصلا لازم يكون حاصل على بكالوريا، بس بغض النظر عن نوع الشهادة الثانوية، شو نوع الثانوي، تجاري، صناعي، مهني، شو مكان. زائد نحن ما بندخل بمفاضلة، يعني بدون مفاضلة بيقدر اوتوماتيكيا يسجل فيها. طبعا الشباب اللي بتسجل بهي الدبلومات كثير بتسال على موضوع التاجيل عن الخدمه العسكريه، فطبعا بنعطيه نحن وثيقه دوام بيقدر انه ياجل خلال فتره دراسته. الجميل بهي الدبلومات انه هي دبلومات تاهيليه، يعني الشخص بتخرج منها هو مؤهل مباشره لسوق العمل، لانه هي الجانب العملي فيها بيكون عباره عن 70% منها و30% هو الجانب النظري. فالطالب مجرد ما تخرج هو بيقدر اوتوماتيكيا يطلع فورا على سوق العمل، مجهز لسوق العمل.
زائد انه نحن في عنا كثير مفاجآت بتساعدوا لهالشيء. تماما، رح نحكي عنهم هيك الاشياء بتميز مركز الهيثم اليوم لحتى يسجل اليوم الاشخاص اللي محضرون انه شو بيميزكم اليوم كمركز لحتى انا اتوجه وسجل ان كان دبلومات او اختصاصات اخرى، لحتى مثل ما حضرتك ذكرت انه مو بس شيء اكاديمي، انا مو بتعلم المعلومات وباخذ شيء الاكاديمي، لا انا بقدر انخرط بسوق العمل وباشر بسوق العمل. شو الاشياء بتميزكم لحتى تخلي فعلا الطالب قادر من بعد ما يخلص الدراسه يكون قادر فعلا يسوق لنفسه ويشتغل؟ جميل جدا. هلا اولا نحن بعيدا عن المناهج اللي جبناها من نظام التعليم البريطاني عن عدد التدريب العملي اللي بيمارسه الطالب عنا، نحن عاملين عده شراكات مع فنادق ومؤسسات ومكاتب سياحه وسفر داخل سوريا وخارج سوريا. فنحن الطالب عنا المتميز هلا رح نحكي بالمتميز ورح نحكي بغير المتميز. تمام. الطالب عنا اي طالب كان لازم يتدرب سواء داخلي أو خارجي، هو ملزم بأنه يتدرب وما بيتخرج إذا ما تدرب بأحد هاي الفنادق، لأنه نحن بدنا نقربه من سوق العمل. هاي رقم واحد. الطلاب المتميزين هون نحن اللي بنبعتهم أنه يتدربوا برا، لأنه نحن كمان لما بنبعت الطلاب أنه تتدرب برا، نحن لحد الآن عندنا شركات بدولتين اللي هن دبي الإمارات وماليزيا. فنحن الطالب بدنا نبعته لبرا لازم يكون مميز، لأنه هو كمان سفير للبلد، فما معقول ان احنا ناخذ خريجين للمكان اللي فعلا كان عم يتعلم فيه. بالضبط، هو الاهم انه سفير للبلد، هن برا بيقولوا له سوري ما بيقولوا له الهيثم. سفير للبلد ولا لكم يعني ولا لنا نحن كمان، اذا نجح بيعملنا كمان يعني بيكون رد يعني فعل يعني فخر لكم بانه شيء عم تعملوا صح. صحيح. فمن طالعهم بيتدربوا برا. هلا نحن واعدين انه الخمسه الاوائل على الافرع، يعني كل فرع الاولي على الفرع مركز الهيثم ببعته كاملا بكل مصاريفه متكفل. من تيكت السفر للفيزا للاقامه كل شيء، زائد تدريبه باعلى الشركات بهي الدول على حسابنا الخاص. يعني الطالب ما بدفع اي شيء، بس بدنا اياه انه يتميز. هلا فكتير سالونا طيب بس الاولي من كل فرع؟ قمت قلت لهم كونوا كلياتكم الاولي من كل فرع، ببعتكم كلكم. يعني حاولوا ترفعوا مستوى المنافسة بإنكم كلكم تجيبوا علامات تامة. صحيح. وتطلعوا كلياتكم مع بعض، أنا مو ضد هيك. طيب كيف بيتم إنشاء وإعداد هي المناهج التعليمية بداخل المركز؟ يعني اليوم في شروط معينة أو في مناهج معينة أنتم بتتبعوها ولا مثل أي مركز تاني؟ لا نحن في مناهج، هلأ في مناهج نحن بدنا نتبعها لأنه نحن تابعين لوزارة السياحة. فشهاداتنا بتتصدق من وزارة السياحة وشهادات معتمدة الطالب بيقدر ياخذها ويشتغل فيها بأي مكان بالعالم. فنحن بدنا نمشي ضمن الأسس الموجودة بسوريا كنظام وزارة السياحة. بنفس الوقت نحن عملنا إدخال لهي المناهج، جبنا طبعا مثل ما قلت لكم نحن استوحينا من المنهاج البريطاني، فكثفنا الأمور العملية. مثلا الشيف بتخصص الطهي بيتدرب بالأسبوع 12 ساعة عملية. نحن حاطين برنامج إنه يتعلم الطالب إنه لما يتخرج من عنا بدبلومة سنتين يكون أقل شيء متعلم على 400 وجبة شرقي غربي، 200 نوع شوربات، 300 نوع سلطة، فهو شيف كامل بيقدر إنه يقود فندق. زائد إنه علاقاتنا مع الفنادق هون والمطاعم والشركات بتساعد الطالب إنه يحتاج، فهو ممارس، فبتخرج من عنا الطالب بنسميه شيف متدرب، وهذا تصنيف عالمي. لأن إحنا عم نسحى إنه نجيب خبرات خارجية وعم نتواصل مع ناس بأنه هاي الخبرات تيجي تعمل تدريب لطلابنا وكمان تعمل تصنيف لطلابنا، بحيث الطالب إذا راسل أي فندق على مستوى العالم مجرد ما قال له التصنيف يقدر أنه يقبله أو يوصفه. تماماً. طيب خلينا نحكي عن دور التكنولوجيا بتحسين جودة التدريب ضمن المراكز، وخاصة إذا بدنا نخص بالحديث مركز الهيثم، وهل عم تفكروا بممكن منصات الإلكترونية للتعليم أونلاين بالمستقبل؟ هلا نحن المركز عندنا كلياته مجهز باحدث شيء، يعني باحدث معدات تكنولوجيه. تماما، كنا وشفناه هون على الشاشه اكيد كل مشاهدين، كل شيء كان موجود عندنا. هلا اللي نحن اللي عم نعمله اللي هو مميز كثير انه نحن عم نعمل هلا مكتبه الكترونيه. المكتبه الالكترونيه عم نعدها انه يكون فيها 60,000 كتاب مختصين برامج السياحه والفندقه. هدول الكتب بيكون لكل طالب يوزر نيم وباسورد، بيدخل عليه بيقدر يختار اي كتاب ويقراه اذا حب انه يقرا اي شيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بدنا نعتمد عملية التواصل بين الطلاب والمدربين انه تكون كلياتها عن طريق بلاتفورم نحن رح نصممه، بصيروا كل تواصلوا عن طريقه، حتى اسئلتهم اذا ما بدهم يزعجوه بالواتساب او كذا بحطوا اسئلتهم ثاني يوم بيجي ببحثهم فيه. بيجي وهو فرح نعمل منصة تعليمية بين الطلاب والمدربين. طبعا مدربيننا لداخل البلد. لداخل البلد. لداخل سوريا. هلا المدربين اللي اخترناهم نحن كلياتهم اخترناهم وفق معايير معينة، يعني ما تم الاختيار انه انا بدي الارخص، أنا بدي الأفضل بين المدربين. صحيح. فاخترناهم بعناية كتير كبيرة، في منهم كانوا مدرسين في جامعة دمشق، في منهم لهم أسماء
ومنتسبين لمنظمات عالمية في مجال السياحة والفندقة. الشيف تبعنا شيف كتير معروف على مستوى سوريا، فنحن اخترنا مدربيننا بكل عناية، وما زلنا حتى الآن عم نبحث وراهم ونشوف شو مستواهم، لحتى أولا نحن بدنا نثق فيهم لحتى الطالب يقدر يثق فيهم بعدين، عرفتي علي شلون؟ فكتير كتير عم نركز على المسائل. احنا بنشوف كتير من المراكز بتكون متعاقده مع شركات او متعاقده مع بعض الفنادق لحتى تقدمن فرص للطلاب يكونوا عم يقدروا يثبتوا حالهم على ارض الواقع بعد ما تدربوا يطبقوا على ارض الواقع كمان. هل مركز الهيثم اليوم بيقدم هاي الفرص للطلاب؟ نحن بسوريا عنا تعاقد مع حوالي 7 فنادق وحوالي 12 شركه سياحه وسفر. خارج سوريا عنا تعاقد مع 24 فندق ومكتب سياحه وسفر. فنحن الموضوع التعاقد عملناه قبل حتى ما نفتتح المركز، كنا مجهزين من هذا الجانب لأنه نحن نؤمن بأنه بدون تدريب وبدون عملي ما في شيء اسمه خريج. صح. أنا ما بدي خريج نظري خصوصاً بهذا النوع من الدبلومات. طبعاً. الطالب عم بيختار هذا النوع من الدبلومات لأنه بده يتخرج وفوراً يفوت يشتغل على سوق العمل. حتى نحن حاطين بفكرتنا لتقييم الطلاب مثلاً سواء بأعمالهم سواء بالامتحانات سواء بالأمور العملية، حاطين انه نعزم مدراء الفنادق والمطاعم العاليه بمستوى بسوريا لحتى يجربوا الاطباق انه يشاركوا بتقييم الطلاب، لانه انا بدي اعرف خلينا نقول اندستريال سوق العمل بطلابي. تمام. بحيث انه بس تخرج طلابي صار انا عامل لهم البيئه المناسبه يعني انه فورا يلاقي شغل. قديش جميل هذا الحكي يا نور، انه عم يقدموا فرص حلوه لكل الطلاب وعم يعطوهم كمان فرص ومجالات بالعمل. تماما. يعني ختاما شكرك لوجودك معنا دكتور هاني اكيد على المركز والخدمات اللي عم تقدموها لكل الطلاب والفرص الحلوه فعلا بسوق العمل بهذا الوقت. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. شرفتنا. اهلا وسهلا فيك، نورتنا ويسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل سوا لعند الشيف بشرى عزيز ونشوف كيف عم تحضر لنا طبق اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم كله خير وصحه ورزق. اليوم رح نعمل معجوقه سلمونيه من مدينه سلميه اكيد بمحافظه حماة، ورح اعملها بالدجاج. يعني رح نعمل معجوقه الدجاج، اكيد هي بتنعمل باللحمه بنفس الطريقه او الدجاج، وانا اليوم نقيت نعملها بالدجاج. هلا اول شيء رح احكي عن العجينه اللي حضرتها من قبل. 3 كوب طحين مع معلقه صغيره من الملح، خلطتهم مع بعض، بعدين ضفت لهم معلقتين من زيت الزيتون وخلطتهم مع بعض. بعدين حضرت خليط الخميره اللي هو كوب من المي مع معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. بعد ما تفاعلوا ضفتهم فوق الطحين والملح وزيت الزيتون وعجنتهم كثير منيح، غطيتهم وتركتهم لحتى يتخمروا. هلا هون عندي تخمرت العجينه وهلا رح نشتغل فيها. هلا هون عندي الدجاج مفروم ناعم، يعني كباب دجاج نص كيلو، وراح اضيف تقريبا وقية دهنة او اقل شوي. احيانا لما منجيب الدجاج بيكون مخلوط معه دهنة، فانتبهوا على هي القصة يعني لحتى ما تكتر كمية الدهنة عندكم. هلا راح ارجع لهم هدول وخلطهم مع بعض. في عندي خليط من الخضار اكيد والبهارات اللي هنن، عندي حبتين من الفليفلة، ممكن تستعملوها حمراء خضراء اللي موجود عندكم اكيد، حده حلوه يعني هي بترجع حسب انتم كيف بتحبوا. رح احط حبه بصل حجمه وسط مفرومه ناعم. هلا هدول هي الخلطه فيكم تحطوهم كلهم بالخلاط وتخلطوهم مع بعض، او اذا انا عندي دجاج شرحات ممكن احطهم بمحضره الطعام واضربهم كلهم مع بعض لينعموا، ممكن اذا ما عندي يعني تعملوها مثل ما انا عم بشتغل. هلا هون كمان رح اضيف البقدونس، طبعا باعتبار انه انا ما رح احطهم بمحضره الطعام، كل شيء فرمته ناعم اكيد لحتى ينخلطوا معي بطريقه صح. وعندي هون ربع كوب من النعنع الفريش، النعنع فرموه اخر لحظه قبل ما تحطوه مشان ما يسود. عندي معلقة صغيرة من خليط الثوم والزنجبيل، أكيد إذا ما عندكم زنجبيل فريش فيكم تحطوا زنجبيل باودر وتحطوا ثوم فريش إذا حبيتوا. عندي هون معلقة صغيرة من البابريكا، وعندي أكيد الفلفل الأبيض والملح. هلأ هون رح أضيف هون ملح، ملح هون ورح ملح هون كمان. هلا هذا الخليط رح خلطه كتير منيح وحطه فوق الدجاج وخلطهم كتير منيح. اللي رح اعمله رح اخذ ثلث الكميه، يعني من ثلث لنص الكميه، رح بلش بنص بثلث كميه هي الخلطه وضيفها على العجين. اذا حسيتها بتتحمل كمان رح كملهم لنص الكميه واخلطهم خلط مع العجين. خليني لحق انا خلطهم مع بعض لحتى نشتغلهم مع بعض. هلا هون
رح أشتغل بإيدي أكيد لحتى ينخلطوا معي بطريقة صح. رح بلش بتلت كمية هذا الخليط، رح ضيفه فوق العجين اللي عجناه وتركناه يتخمر أكيد، وبعدين رح شوف إذا بتتحمل رح كملها لنص الكمية. النص الثاني رح حطهم على الوش وقت التشكيل، رح نشكلها مثل اللحم بعجين تقريبا. وهلا بالفقرة الثانية رح نحكي كمان عن تسوية العجين، ممكن أنا سويها بمقلاية، بهيك حالة رح اكتفي بالخلطة اللي حطيتها بقلب العجينة، ما رح أحط على الوشي. أو إذا عندي فرن ممكن أعمله مثل اللحم بعجين، مد العجينة وبعدين أرجع حط من هذا الخليط كمان فوق العجينة وفوتهم على الفرن. مثل ما قلت يعني هي التفاصيل رح نشتغلها بالفقرة الثانية، بس هون خليني أخذ تقريبا تلت الكمية ونضيفها فوق العجينة. رح أعجنها كتير منيح، رح أعجنهم مع بعض، وأنا محضرة كمية إضافية من الطحين، إذا حسيت أنه بدها كمية طحين ممكن نضيف أكيد الطحين. هلأ شو بضيف طحين؟ أكيد رح أخبركم عنها بالفقرة الثانية، رح شوف كمية الطحين إذا احتاجت قدي رح ضيف، رح لكم قدي ضفت. ورح أقطع هدول هاي العجينة رح أقطعها لكرات تقريباً يعني أحجام متساوية قدر الإمكان، وغطيهم وأتركهم لحتى يعني يرجعوا يتخمروا شوي لحتى نشتغل فيهم. رح أعجنهم، وإذا ضفت طحين رح أخبركم عن كمية الطحين، ورح جهزهم ليكونوا جاهزين نشتغل فيهم بفقرتنا الثانية. أكيد هلأ رح نرجع لعند الصبايا نتابع باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم بفقرتنا الثانية. سلم إيديكي يا شوفي، يعطيكي ألف عافية. يعني أول ما بلشنا اليوم بالمقدمة بأولى فقراتنا حكينا عن ميادة الحناوي وعن غناها الجميل، فبلشنا فورا نغني. يعني مو شرط يكون صوتك حلو او لا لحتى تغني، الغنى لحاله بيقدر يفرغ لك الطاقه السلبيه حتى وان كانت صوتك، يعني ان كان صوتك حلو ولا ما له حلو، انت بس فرغ وغني. فكيف اذا كان الغناء مع مجموعه من الاشخاص بشكل جماعي، قد ايه ممكن يكون تاثير هذا الشيء ايجابي ويفرغ لك كل طاقتك السلبيه؟ تماما، حلوه هي الشله. عادي غني شله الغنى. تماما، فعلا الواحد يشعر بالسعاده، وهي حاله من السعاده والايجابيه وقضاء وقت من اجمل الاوقات واكثر راحه بتعطينا الموسيقى. لكن بالإضافة لكمية المشاعر اللطيفة اللي ممكن نحس فيها، الغناء الجماعي له فوائد على الصحة، رح نتعرف عليها سواء نحن وأنتم بهالتقرير. يبدو أن الموسيقى قد تجاوزت فكرة أنها عامل باعث على الطاقة الإيجابية لمن يسمعها، فيعتدل المزاج وتخلق حالة من البهجة، فبات من المعروف أنها غذاء الروح، لكنها أصبحت تتلازم مع تعزيز الصحة والمناعة. فالغناء قادر على التعبير عما يجول في داخلنا، وبإمكانه تفريغ المشاعر السلبية والحزن والغضب. فكيف لو شاركنا الغناء مع مجموعة في إيقاع واحد وأجواء واحدة تسود فيها الألفة؟ هذا ما أثبته الأطباء النفسيون وأطباء الأعصاب، أن الغناء الجماعي ينظم ضربات القلب والتنفس أثناء الأداء الغنائي، فتصبح متناغمة بين المغنين، ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية فيعود بالفائدة على القلب وضغط الدم، وتأتي المناعة من خلال إطلاق الجسم هرمونات تعززها، كما ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول، وينتج عن الحالة التي تجمع الأفراد مع بعضهم وتجعلهم يعيشون تجربة مشتركة لارتفاع هرمون مقترن بالترابط الاجتماعي، ما يجعل الغناء الجماعي يندرج ضمن العلاج بالموسيقى، والذي أخذ حيزاً كبيراً وأضيف إلى قاموس العلاجات لتكون معالجة ممتعة. ولا ينحصر هذا على المغنين المتقنين في الكورال والفرق فقط، بل وينصح به كبار السن، وقد يكون تأثيره أكبر لنجد طريقاً نحو الصحة النفسية والجسدية إن كان في جلسة لطيفة دافئة مع الأشخاص الذين نحب. حاولوا أن تخوضوا هذه التجربة، فقد تكتشفوا منها المزيد من فوائد الغناء الجماعي، أو على الأقل ستعيشون هذه الأوقات الجميلة. يعني لكل الأشخاص الرياضيين اللي بيفيقوا من بكير وعندهم نشاط عالي، جبنا لكم حركات رياضية بفقرتنا لليوم.
يسعد لي صباحكم. تمرين اليوم هو عبارة عن 3 تمارين، رح نلعب كل تمرين تقريبا ما يعادل 40 ثانية، والتمرين الأخير الرابع رح يكون نجمع الثلاث تمارين مع بعض. نحتاج بالتمرين بار. التمرين الأول رح يكون رح ننزل ديد ليفت ونطلع نرفع فوق كوا تحت 1. مثل العادة ديد ليفت برجع بذكر إنه بيكونوا رجلينا قد كتاف، ايدينا رجلينا قد ورك وايدينا بنحمل البار قد كتاف. بكون في تانية بسيطة كتير بركبنا، ظهرنا جالس، الرفع الويت بيكون تقريبا لتحت الصدر بس. يلا نعمل كمان 8 7 6 5 4 3 2 بعد أخيرة 1. التمرين الثاني من هون حنسحب البار هو لازق بجسمنا، نلقط هون ونرفع فوق للآخر، نجلس ننزل تحت، نشغل عضلات ظهرنا كاتش لفوق نرجع تحت 2 3 4. لما بنرجع ننتبه انه الوزن بده يضل قريب على جسمنا، ما بعد البار عننا لازق بجسمنا تقريبا بينزل تحت. 4 عدات كمان 4 3 كمان تنتين 2 وعدة أخيرة 1. والتمرين اللي بعده طبعا كله من غير راحة، حنوسع شوي صغيرة وننزل سكوات فرونت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدتين كمان 1 وعدة أخيرة 2. هلا هنشتغل الثلاث تمارين مع بعض. هننزل ديد ليفت، نطلع نشل كاتش بريس وننزل سكوات ونرجع تحت. كمان ديد ليفت فوق كاتش بريس نرجع 1 2 3 4 5 6 7 8. نعمل كمان عدتين 9 10 وبريح. هدول التمارين بنعيدهم تقريبا 4 مجموعات، بس بنخلص 4 مجموعات ضروري نعمل ستريتشنج لنرجع العضلات لطولها الطبيعي. ناخذ نفس عميق من قفنا فوق ونفضي. هلا نسحب ايدين لفوق، بنحاول المسافه اللي هون من عند بطن بنطول وبنشد لفوق 1 2 3 4 5 6 7 8. بنرخي شوي، بنمسك ايدنا من هون وبنسحب من غير ما نحرك ورك بس بخصر لتحت، بنشد 1 2 3 4 5 6 7 8. نبدل الجهه الثانيه 8 7 6 5 4 3 2 1. لقدام ظهرنا ستريتش، نطلع نظرنا لقدام نشد 1 2 3 4 5 6 7 8. كل العضلات اللي اشتغلت بالتمرين بنرجع بنعمل لها ستريتشنج لنرجع العضله لطولها الطبيعي 3 4 5 6 7 8 9 10. نرجع فوق كتافنا 1 2 3 4 5 6 7 8. ونبدل دائما الستريتشنج اخر التمرين بيكون ثابت 2 3 4 5 6 7 8. وناخذ نفس عميق من هنا فوق، نحبس شوي نفس ونفضي على مهل شوي شوي. هذا هو كان تمريننا لليوم، بشوفكم بحلقه جديده، بيعطيكم العافيه. يسعد صباحكم عن جديد. اكيد صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل معجوقة الدجاج، حضرنا العجينة ومثل ما قلت لكم وقت حطيت ثلث كمية الدجاج مع الخضار مع العجينة، رجعت ضفت لها تقريبا نص كوب من الطحين وانا عم بعجنها لوصلت لهذا القوام، واكيد قطعتهم يعني قوام ما يلزق.
يكون طري ناعم بس انه ما بيلزق عندي. ضفت نص كوب اضافي وقطعتهم بهذا الحجم وغطيتهم لحتى كمان يتخمروا. هلا انا في عندي طريقتين لحتى اسويهم، ممكن انه اعملهم ساده وبعدين انا مجهزه هون عندي خضار اللي هن خس، وعندي جيب هذا الصحن فليفله، بقدونس، نعنع، بندوره، فيكم اي اعشاب ثانيه، اي مكونات ثانيه تحطوها بقلبها. هي اللي رح نعملها على المقلايه، بفردها المقلايه طبعا حطيتها على الغاز ودهنتها هيك مسحه زيت خفيفه بالفرشايه اكيد لحتى ما يلزقوا عندي. بتعملوها بالسماكه اللي بدكم اياها، يعني تقريبا 3 ل 4 ميلي، باعتبار انه نحن حطينا من الدجاج فالعجينه رح تكون هيك طريه، واكيد بدي رش طحين لحتى ما تلزق عندي. حتى فيكم يعني ترققوها اكثر من هيك، بس انا بحبها شوي تكون سميكه يطلع القوام عندي، يعني يكون القوام هيك سميك شوي، بحسها بتطلع اطيب. هلا هون بدهن المقلايه بشويه زيت بالفرشايه شوي صغيره، وخصوصا اذا المقلايه عندي ممكن خاف انه تلزق، كمان يعني هي اساسيه لحتى ما تلزق عندي. وحتى اذا مقلايتي ما بتلزق الزيت رح يعطيني هيك لون كتير حلو اكيد طعمه طيبه. على حراره وسط، هلا انا رح هدي الحراره بس هي لازم تكون على حراره وسط، وباعتبار انه مديتها رقيقه ما رح تاخذ وقت طويل، دغري اول ما تاخذ لون من اول طرف بقلبها وبسويها من الطرف الثاني، بتقوم بتطلع عندي بهذا الشكل. الخضار اللي حكينا عنهم ممكن حطهم على الوش، ممكن حتى اذا عملتها كبيره اعملها مثل سندويشه. هلا النوع الثاني اللي رح نعمله بالفرن، كمان انا بلشت عم بعملهم هلا، هاي بدي مدها بايدي ما في داعي للشوبك، بدي احاول مد من النص على الاطراف تمام، لحتى الاطراف بدي اياهم يكونوا اسمك شوي، يكونوا الاطراف اسمك من النص، لانه انا بالنص رح ارجع احط الحشوه خليط الدجاج مع الخضار اللي حضرناه، مشان هيك تركت قسم منه. اذا بدي اعملها بطريقه المقلايه خذوا ثلث كميات الدجاج مع الخضار اللي استعملناهم وبتحطوها مع العجينه وبتسووها بالمقلايه. اذا بدكم تعملوها بالفرن ممكن انا احطها هيك، ممكن احطها هيك وبعدين شو اعمل؟ بعمل باخذ من هذا الخليط وبوزع على حبات العجين بالنص، بعدين رح فوتها على الفرن. اكيد الفرن لازم تكون حرارته شوي عاليه، يعني انا حميت الفرن على حراره 200، ومثل ما دائما بقول اذا عندي الفرن ما بيشتغل من فوق وتحت ممكن سويها من تحت تاخذ لون بعدين ارفعها لفوق، او ممكن بالعكس سويها من فوق باعتبار انه انا عندي الحشوه هون نيه اكيد، فبسويها من فوق وبعدين بعطيها اكيد لون من تحت لحتى تستوي عندي العجينه. هلا انا هدول رح كملهم، نرجع نعمل كمان قطعه من العجين، رجع فرجيكم قوام العجين، فرجيكم لهذا الحجم اللي عملته، يعني قطعتهم بهذا الحجم. هلا فيكم مثل ما قلت تعملوهم اكبر اكيد، يعني قطع كبيره مثلا على حجم المقلايه ممكن اعمل قطعه كبيره، حتى اللي بالفرن يعني اعملهم 3 قطع كبار ووزعهم اكيد على صواني الفرن واخبزهم. هلا هي رح كملها تبع الفرن بهذا الشكل، والطراف خلوهم شوي اسمك لحتى ما ينشفوا بالفرن. هلا رح كمل تبعوت المقلايه، يعني التنتين طيبين، اللي بحب انه طعمه الحشوه تكون واضحه اكثر طعمه الدجاج اعملوها بالفرن، اللي حابين انه مثلا تكون طعمه العجينه مع الحشوه والدجاج تكون يعني العجينه اكثر من الحشوه اعملوها بطريقه المقلايه، وخصوصا للي ما عنده كمان فرن ممكن انا اعملهم بالمقلايه. بس المقلايه ما رح احط على الوش لانه ما رح يستوي عندي الا اذا بدي اقلبهم واعملهم مثل طريقه السماشت البرجر، ممكن اقلبهم بهي الحاله بس بدها تكون المقلايه كثير حاميه، سويها على طرف الحشوه بعدين اقلبها. ومثل ما قلت بعد ما اخلصهم هدول اكيد رح اقدمهم مع الخضار، ومثل ما حكيت باول الفقره انه حتى انا ممكن استبدل الدجاج باللحمه المفرومه ناعم، وممكن حتى مثلا اكتفي بس بالدهنه، يعني هي بترجع لكم حسب انتم كيف بتحبوا انه
يعني تضيفوا أنواع اللحوم اللي بدكم إياها، بس المهم تكون مفرومة ناعم لحتى أضمن أنه تستوي عندي. هلأ هون رح كمل، يعني رح كمل قسم منهم مثل ما قلت، رح أعملهم بالمقلاية وقسم بالفرن. ونسيت خبركم كمان أنه أنا حتى صينية الفرن دهنتها بشوية زيت، أكيد لنفس السبب، أول شيء لحتى ما تلزق عندي العجينة، وتاني سبب لحتى العجينة من تحت تاخد أكيد لون وقرمشة حلوة. تقريبا قد ايه قطعتهم هدول؟ يعني بيطلعوا كميه العجين اللي اشتغلناها، المقادير اللي اشتغلت فيها، بيطلعوا تقريبا 15 قطعه من هذا الحجم اللي انا عم بشتغل فيه. ومثل ما قلت فيني اعملهم اكبر، بس انا دائما بحب هدول الشغلات هيك اعملهم قطع صغيره لحتى الكل يقدر مثلا يدوق، او مثلا انه يعني ممكن اخذ انا كذا قطعه احسن ما اخذ قطعه واحده كبيره ومثلا ما اقدر كملها، او يعني وتكون ذواقه لنا اكيد. هلا انا رح كملهم هدول، صاروا جاهزين لحط الحشوه، فوتهم على الفرن، ورح ضل عم بعمل تبعوث المقلايه، رح قوي النار شوي لانه غلط انه انا احطهم على نار هاديه لانه رح تنشف عندي العجينه. رح نرجع انا وانتم لعند الصبايا، وباخر الحلقه رح تشوفوا الشكل النهائي لطبقنا لليوم اكيد بنهايه الحلقه. والله انا متشوقه اشوف هالمعجيق تبعك، نتاكد منه اذا طيب ولا لا. شكرا كثير لك يا شيخ. شكرا كثير. رح ننتقل سوا لنحكي عن اسم غني عن التعريف، معروف بحضوره الراقي وذوقه العالي وانامله اللي صنعت اجمل المنحوتات اللي دارت العالم، وكان بحضوره باي مكان، يعني كان هو رمز لدمشق اللي بيعشقها وبيسكن حاراتها، صح ولا لا؟ تماما، اكيد يا املي هذا الكلام صحيح. النحات العالمي مصطفى علي، القامه المبدعه بعالم النحت والفن التشكيلي، قدم على مدى سنوات العديد من الاعمال المهمه يلي مجرد انت ما تشوفها فورا بتحس ببراعه وعظمه انامل صانعه. كل منحوته موجوده بالجاليري اكيد بتحكي حكايه من حكايه من حكايات مصطفى علي يلي صار معنا بالاستديو لحتى نحكي عنه اكثر ونحكي عن تفاصيل اعماله. خبرنا عن حبه وعشقه لدمشق. يسعد صباحك. يا صباح النور. اهلا وسهلا فيك استاذ. يسعد صباحك، ان شاء الله تكون هيك المقدمه يعني على قدر الامكان نكون وفيناك حقك. جزء من حقك ان شاء الله نكون هيك عن جد وفيناك حقك. شكرا لك. عن جد نحن عم نقول كنا بالبدايه انه انت وين ما بتكون بتعطي رمز وطابع جميل عن دمشق، فاليوم قد ايه حارات الشام القديمه وقد ايه دمشق بتعطيك يعني حافز وبتعطيك الهام كثير قوي وجميل لحتى تعطينا هذا الشيء وتترجمه بمنحوتاتك. حقيقة الشام أنا بتعني لي كثير، يعني أنا بعتبر حالي محظوظ إنه عندي مركز بدمشق القديمة، بيت عربي جميل، في الليوان، في الغرف القاعات، في الكاف الموجود، البحرة، يعني بيت جميل جدا. أنا كل يوم كل يوم بنزل يعني تقريبا الساعة 10 10 ونص هيك شيء، وبطلع المساء. طبعا مقابل البيت عندي ورشات للحديد والبرونز وورشة للخشب، وعندي اسيستنت بيساعدوني بعملية يعني بيساعدوني بتنسيق يعني مع بالاعمال يعني. أنا حالياً هلأ عم بشتغل حصان من حديد حجمه كبير كتير. أوكي، الشيء الجديد اللي هلأ أنت هلأ عم تشتغل عليه؟ حالياً علي. يعني هلأ أوكي. بكرة بعد بكرة بيكون خالص ما شاء الله، ننقله على الصالة يعني. وعندي مجموعة من الأعمال الخشبية كمان عم حضر لمعرض قادم، يعني هي الحياة تجربة مختلفة. هي الأعمال الجديدة اللي هي يعني عبارة عن شكل بالفراغ بس ارتفاعات مستوحاة من شو اليوم ممكن قلت لي نشوف هذا الشيء الجديد اللي عم تقول هو خارج عن المألوف، خارج عن المألوف اللي بيقدمه مصطفى علي. تمام. طيب من وين استوحى؟ شيء مختلف. لو أنا الحقيقة يوصل أحيانا واحد لمرحلة بمرحلة شو بيسموها التجريد المطلق. أوكي. يعني عبارة عن أشكال بالفراغ ما فيها تشخيص. علاقتها هي يعني بالهواء لدرجة إذا واحد متأمل العمل بيقدر يتخيل إنه عم ينحت هو الهواء ولا التمثال، يعني يعني هي العلاقة كثير بين الفراغ وال. قديش صعب الفنان اليوم يترجم الشيء اللي عم يشتغله؟ أنت اليوم بتحسه
اللي هو موجود بعقلك، بس انك ترجمه للي عم يسالك يستفسر انه انت شو عم تعمل، قديش شوي هيك بيكون في صعوبه. هلا هو الشرح شويه صعب، بس انا شو يعني المعنى في قلب الشاعر. لما حدا بيجي بده يسالني له قبل ما تسالني انا فيني احكي لك يعني، بس انت اقعد تفرج. رح بيجي بيقول لك اول شيء اخي انا ما بفهم ما بعرف شيء، بقول له ما في هون ما بفهم، انا ما عم بكتب لك قصيده ولا لغز، انا عم ورجيك شكل تفرج عليه. هلا بتروح احيانا على الطبيعه بتلاقي صخره جميله وكذا، بتوقف قدامها بتقول قديش حلوه، طيب بتتاملها بتفهم الشيء فيها، يعني بتحس انه بتقول حلوه وجميله بتستمتع فيها وكذا. انت وقف وتفرج بعدين سألني بعدين، لا لحالك بتصير تستنتج. يعني هو الاجمل من انه لما الواحد يكون لحاله عم يفسر من حاله، بيشوف القطعه تبعك تلاقيها لحالها عم تحكي عن نفسها وعم تشرح عن نفسها، بتلاقي شخص حتى ما له علاقه بالفن فهم شيء او وصلته فكره معينه. تمام. اليوم انت كنت عم تحكي لي انك بتقضي وقتك بالجاليري، بتحط الاشياء اللي انت عم تعملها بهذا المعرض اللي انت بتحبه وبتقضي معظم وقتك فيه. انا يعني عم اقول لك يعني انا بعتبر حالي عايش حياتي بهذا المركز الفني. احكي لي عنه اكثر. المركز يعني شو بدي اقول لك، اول شيء انا بآمن بالتقمص. يعني انا لما فوت على هذا البيت حس حالي لك بعرفه، انا شايفه من زمان، انا بس مو بهذا الزمان شايفه، شايفه طبعا. بزمن ثاني. يعني حتى بقول لك برجع 1200 سنه لورا، يعني بعرف الزوايا اللي فيه، بعرف الاماكن اللي فيه، بعرف وين الاشياء مخبايه، عرفتي شلون؟ ف يعني عايش بسعاده كامله يعني. حتى يعني زي بدي اقول لك في اشياء سمينه بشعوري يعني مخبايه، بس انا ما بدي اياها يعني. لانه انا يكفيني اللي عندي مبسوط شو حلو الرضا، وشو حلو انك انت عن جد مبسوط بكل تفاصيل الاشياء اللي عندك وسعيد فيها. تماما، فعلا هي النقطه كثير مهمه، وخاصه اذا في مكان انا بقضي فيه معظم وقتي اذا مو كله، فلازم يكون كل ركن فيه هو مسخر لشيء انا يخدمني ويخدم فني والشيء اللي عم بشتغل فيه. خلينا نحكي عن الحركة الفنية لهي السنة، شو شهدت الحركة الفنية بالفترة الماضية، خلينا نقول فترة الصيف واللي قبلها، خاصة الفن التشكيلي خلينا نقول. أيه. تمام. هو الفن التشكيلي يعني ضمن عنوان عريض، هي الفنون البصرية، يعني الأشياء اللي بتشوفها العين بتتفاعلي معها. يعني هلا الحقيقة في نحن عملنا نشاطات الفن عم يكون له حصه كثير كبيره اليوم من ناحيه الرسم، خصوصا بعد ما خلصت الازمه السوريه صار في توسع بظن اكثر واهتمام اكثر. هلا عملنا معرض لفنانين شباب من شي شهر، صار اقبال كثير الحقيقه، عندهم رغبه، عم حس الشباب نحن كثير بنركز على الفنانين الشباب، بندعمهم بنحاول نعطيهم فرص، لانه الفنان الشاب عنده طموح، بس الفرصه المفروض الجيل اللي قبله يعطيه الفرصه انه يقدمه على قدر هو موهبته وامكانياته طبعا. ف وبيكون هو بدايه الطريق، بلش بقى يطلع. فانا كل سنه عندي معرض للفنانين الشباب، بعدين في عندي معرض للفنانين المحترفين، يعني دائما كمان موجود متغير يعني، وفي اعمالي اللي منتشره بأرض الديار، وفي عندي قاعة للبرونز، وعندي قاعة ثانية للأعمال الخشبية، هدول مخصصهم لشغلي، وباقي المساحة أعمال متغيرة لفنانين، لشي جاي من برا، شي من فناني الداخل، وهيك يعني بابنا مفتوح من الصباح للمساء. في زوار رغم إنه هلأ الظروف صعبة، الجاليري معروف حتى نازل بالجايد العالمي ونازل بجايد اسمه غوتا كمان معروف. المهم انه يعني اي حدا بيجي على دمشق بده يتعرف على الفن فبيجي لعنا. اليوم ايضا كمان عم نشوف اهتمامات مختلفه بالرسم وغيرها من الفنون، ولكن النحت له حصه خاصه عندك تحديدا، هل ممكن نشوف معرض خاص فيك للنحت خاصه ولا لا؟
طبعا عندي معرض قريب يعني راح يكون جديد ومفاجئ. يعني كمان راح تدرب فيه شباب موهوبين عالم حابة تعرف أسرار النحت، هل ممكن نشوف فيه تدريب؟ دائما مكاني مفتوح للفنانين الشباب، وعندي مركز لهم بشغلهم يعني بوجههم وبحاول احطهم على السكه يعني، وهذا واجبي تجاه الجيل الجديد يعني. ايه حلو انك تنقل هذا الشيء للجيل الجديد كمان، والشباب ايضا يكونوا مطلعين عليه. رح نحكي، هل في حدا من ابنائك اخذ عنك هي الفن، هذا النوع من الفن وانت عم تشتغل عليه، ولا لا اليوم مصطفى علي هو بعيد كل البعد عن هذا الموضوع بمجال اولاده؟ لا الحقيقه انا عندي ابن كبير عايش بايطاليا هلا، مقيم هناك يعني، خريج كمان الاكاديميا تبع قسم النحت من كراره، وبيشتغل يعني ورثته الموضوع. اي وعندي بنتي نايا بس اهتمامها بالموسيقى ودارسة إخراج سينمائي، هلأ تخرجت من باريس ما شاء الله، وعندها اهتمام تكتب سيناريو، بتعزف بيانو، بتألف بتألف يعني موسيقى. هذا الفن متوارث ولا اليوم أنت تعبت عليه لحتى نميته؟ هلأ هي هلأ الفن أساسه موهبة، ولكن الموهبة بدها تنمية، بدها رعاية، بده شغل، بده جهد يعني يبذله لحتى فعلا تعزز هي الهوايات والموهبة الموجودة عند كل ولد من أولاد حضرتك. تماما. أنا عندي اثنين، عندي ثلاثة. ما شاء الله الثالث ما عرفنا شو بيعمل. الثالث اسمه زين. ما عنده اهتمامات بالفن. بعيد كل البعد. بيقول لي أنا بدي أعمل بزنس مثلا. أوكي. ويعني ما شاء الله عليه بيعرف شاطر، هو صغير هلا 15 سنة، بس إنه لو بنتركه يعمل مصاري بيعمل مصاري كثير. بس نحن ماسكينه شوي ليتعلم يخلص. يعني اليوم أنت من مثل بيقولوا ضمن أبناء حضرتك إنه فعلا يكملوا مجالك ولو بإنه اختصاصات ثانية، بس اليوم الإرث اللي أنت موجود عند حضرتك لازم حدا ينميه ويكبره أكثر طبعا ويضل موجود. أنا يعني اتمنى بس مؤسس لهم لحتى هذا المركز يتحول لمتحف وهن يكونوا متابعين. يعني توجهك لمتحف، لمتحف خاص. اوكي ب الفنان التشكيلي مصطفى علي. تماما. يعني قد ايه عن جد اليوم لازم نحافظ على ارثنا الفني اللي عم نحس شوي شوي بطلت الناس او الجيل الجديد عم يهتم فيها. الجيل الجديد هذا كثير مهم انه يكون عن جد على درايه بهي الامور. تمام. نقوي له هذا الموضوع، ننمي له قدراته اذا كان عنده هي الموهبه، خاصه انت تحديدا انك تعتبر الجاليري تبعك او مجالك هو فضاء ثقافي بمختلف انواع الفنون مو بس نوع واحد. صح. فاليوم نحن قد ايه لازم نكون قراب من هالشباب الموهوبه وندعمه. الحقيقه نحن ما عم نقصر، هذا واجبنا تجاه الاجيال الجديده يعني. وعم اقول لك مكاني مفتوح للكل يعني، مو بخص بس اللي بخصوني مثل اولادي. انا اولادي ما بقلك عندي بس نايا اللي هي بتهتم بالموسيقى والاخراج وعندي ابني الكبير دارس ايطاليا بايطاليا بس عايش هنيك بكراره كنحات يعني، والشاب الصغير طموحاته مختلفة. تمام. هذا البزنس واضح بس لأنه شو بده، عرفان شو بده ايه. هذا الصح انه يكونوا بيعرفوا شو بدهم، هذا المناسب. طيب خبرنا اليوم لكل شخص موهوب، اليوم كل شخص بيملك هيك حس الرسم، النحت، تفاصيل الفن من الفنون هي اللي هي كثيرة، شو ممكن يساعد نفسه حتى اهله اللي عم يحضرونا هلا، كيف ممكن تنميها؟ حضرتك عندك هيك اطفال كانوا موهوبين اليوم صاروا شباب، كل شخص يعني متخصص بموهبته صار بيعرف يديرها، صح؟ شو لازم يعمل؟ هلا انا بقول دائما الاهل بيساعدوا انه اذا في موهبه انه يساعدوا انه ينميها. هلا في مراكز فنون، في جامعات بعدين لتدريس الفنون. انا بقول الاهل ما لازم يمنعوا الشباب عن الرغبه انه بالتوجه، شوف الرغبه الاساسيه عنده شو بده وخليه يمشي فيها. هلا احنا ايامنا كانت اصعب، كانوا يقولوا مثلا انه بدك تدرس فنون يعني شو فنون شو بيطلع لك اخر شيء.
يعني بنشكر الله انه اصرينا ونجحنا بعدين. فبس صار الفن هلا معروف مفتوح للناس كله. صحيح. بيعرفوا قديش له تاثير وشو اهميته، وبيعرفوا بتاريخ الفن اسماء كبيره مثلا صارت معروفه. صحيح. وهلا انا حتى اهل الحاره مسمين المركز تبعي مسمينه المتحف. متحف. فبيجي اي زائر بيقدر يفوت يشوف، بيقدر انه جاي نتفرج على المتحف. معلش اهلا وسهلا. ولو اهلا وسهلا فيكم طبعا. فالمكان مفتوح يعني. اليوم شو بنقول نحن للاشخاص اللي بيعتبروا انه الفن هو هوايه وليس شيء انكم تشتغلوا فيه او تعتمدوا عليه بحياتكم؟ ادرسوا تخصص معين والى جانبه كونوا مثلا فنانين رسامين، شو بتقول لهم اليوم؟ هلا انا بقول اللي عنده هوايه لازم ينميها ويبذل جهده كله انه يتعلم الاسس لحتى يشتغل انتاج متميز. يعني بعد هالعمر بتقول اعتمدوا على الفن ولا بتقول لا ادرسوا شيء؟ بالعكس، اللي عندهم فرصه كثير منيحه. يعني احنا لما بلشنا ما كان في هذا الانفتاح، ما كان في غير انه واحد ممكن يصير استاذ مثلا، مدرس بمدرسه، مدرس خريج مثلا فنون. ولكن اليوم المجالات، ولكن المتفرغين يعني في كثير من الفنانين متفرغين لانتاج الفني، وهي فرصه كثير كويسه. فاي شاب بيمشي بالفن وعنده هاي الموهبه بيجتهد وبيشتغل بينجح، وممكن يعتمد حتى ماديا على انتاجه الفني. تماما. بختام هيك حديثنا مع حضرتك، يعني مبسوطين لوجودك معنا هيك بكل مره بيكون متواجد فعلا معنا بصباح الخير، هيك تقدم لنا جرعه هيك من الجمال والفن والحس اللي نحن ممكن هيك بعدنا عنه شوي، ولكن بوجودك ترجع بتنشط هي الذاكره فينا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا. نورتنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير استمتعت بالحديث معكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. برحلة أماكن وذكريات لليوم رحنا لحلب، لمحافظة اللي كل العالم بتحبها، محافظة الجمال اللي أجمع على محبتها كل الناس، لنزور سوا خان الحرير والأسواق القديمة اللي تصور فيها مسلسل بيحمل نفس الاسم ونعرض قبل سنوات طويلة وكان جزء من ذاكرة الناس بهذاك الوقت. يا الله ما أحلى هديك الأيام، ما أحلى هذا الزمن، وما أحلى مسلسلات كمان هذاك الزمان. مسلسل خان الحرير وعلى مدى جزئين صور حلب الجميلة بأحياء القديمة وأسواقها يلي اليوم هي محافظة على الروح يلي كانت عليه بهداك الوقت ويلي تصور فيه هذا المسلسل. خلونا نتابع سوا هذا التقرير. بأماكن وذكريات لليوم رح نروح لخان الحرير، الاسم يلي علق بالذاكرة لسنين طويلة، وبعدنا لليوم نسمع جدودنا عم يحكوا عنه كونه مرتبط بحلب التاريخ والحضارة يلي اجتمع على محبتها الكبير والصغير. حلب المعروفة بأسواقها وجمالية تفاصيلها ويلي تحولت لتاريخ مرتبط بكل حدا فينا. أما مسلسل خان الحرير فبيرجع بتاريخه لعام 1996، صور على جزئين بأحياء حلب العتيقة والخان يلي بيحمل نفس الاسم. رصد هالمسلسل مجموعة من العلاقات الإنسانية بين عائلات تجار خان الحرير ونشاطاتهم الاجتماعية والحياتية. هذا السوق من أقدم الأسواق التجارية الحلبية وأهمها بسبب محافظته لليوم على روح العمارة الأساسية يلي انبنى فيها، وكانت بيوم من الأيام مكاتب ومحلات لتجار هذا العمل. فشفنا تنوع البيئات وطبقات من الناس المختلفة، وكمان شفنا تواجد البادية الملتحمة مع مدينة حلب، ولكن كان بطل الحكاية دائما هو خان الحرير كشاهد عتيق على الحكاية. بتعود فينا الذاكرة لأيام تحضيرات لمسلسل خان الحرير. الحقيقة لما فكروا في البداية الشركة المنتجة والكاتب والمخرج والكادر العمل كله إنه نسطلع الأماكن، كنت أنا واحد من الناس الممثلين في العمل وشاركت فيه، بس هاي الأماكن الجميلة جدا، هاي خانات حلب. هو أول مسلسل تم تسليط الضوء على خانات حلب، أسواق حلب القديمة، عادات حلب، لأنه بحكي عن فترة زمنية قديمة نوعا ما بالخمسينيات مسلسل، فكان إلى نكهة خاصة عند المشاهد السوري والمشاهد العربي بصورة عامة. فعلا الخانات أو المسلسلات البيئة الحلبية سلطت الضوء على هالأماكن الأثرية الجميلة، الأماكن إلى تراث، إلى رائحة العبق بالتاريخ، تجارة حلب، صناعة حلب، عادات حلب الحقيقة اللي كان شلون البيع والشراء والتجارة. نحن حالياً في سوق اسمه سوق الحبيل بمسلسل خان الحرير. نحن كانت هذا الدكان
لعمر حجو، هون كان الله يرحمه الأستاذ عمر حجو، هون يلتقي مع سلوم حداد ويلتقي مع ابنه بسام كوسة بالجزء الأول، وبالجزء الثاني عبد المنعم عميري، وكان يلتقي مع الشيخ علي ويبركوا ويحكوا قصص ويتمازحوا. كنا نجي بالكاميرا مع الممثل سواء من هذا الطريق أو من هذا الطريق، أو نربط أسواق المدينة في هذا المكان. وكان بالدكان هاي المقابلة كانوا هون يقعدوا يسمعوا أخبار، كان هون في راديو بهاي الدكان، يبركوا خمسة ستة مثلا يسمعوا أخبار ويتناقشوا يعلقوا على الأخبار في تلك الزمن. وكانت تحدث هون كتير أحداث مهمة وأحداث وأخبار، والممثلين يعني كان موقع رئيسي من مواقع تصوير مسلسل خان الحرير. ويعتبر مسلسل خان الحرير واحد من المسلسلات يلي عادت للدراما الحلبية لألقة من جديد. صار له وقت لحتى ننتقل لمطبخ صباح الخير ونشوف الشيف بشرة شو حضرت لنا اليوم طبقه بشكله النهائي. يسعد صباحكم عن جديد. اكيد صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا معجوق السلمونيه او المعجيق من مدينه سلميه بمحافظه حماه. اكيد يعني ما بدي اخبركم لا عن الريحه ولا عن الطعمه، يعني عن جد وصفه كثير طيبه. ومثل ما قلنا باول الحلقه، اذا في عندكم افكار او وصفات بتعملوها بمناطق معينه من سوريا اكيد خبرونا فيها ونحن منطبقها عنا. ان شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، واذا جربتوه ما تنسوا تخبرونا، وبشوفكم بكره بوصفه جديده. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك الف عافيه ويسلم ايديكي. اكيد مشاهدينا الشكر الاكبر لكم ولمتابعتكم اليوميه، لان ان شاء الله حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم. واكيد بنهايه كل حلقه دائما بنتذكر بالامن والامان والاستقرار لبلدنا سوريا، واكيد لبلدنا الثانيه لبنان. يا رب هيك يعم السلام لنا من في فجاه نلاقي السلام هو موجود بكل العالم. إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله يعم الأمن والأمان والسلام، ويكون نهاركم مليء بالخير والرزق والبركة. طبعا أكيد موعدنا بكرة بيتجدد معكم بحلقة جديدة من صباح الخير. من اليوم لبكرة تبقوا بألف خير يا رب.